يا جماعه احنا ما نعرفش اي حاجه وما رحناش للدكتور من اساسه. طيب حرام عليك يا سناء، لازم نقول له الحقيقه بدل ما هو متنكد كده. يا ماما يتنكد شويه لغايه ما ناخد منه اللي احنا عايزينه. نو انا مش ممكن ابدا في حياتي اشترك في هذه الدناءه الحقيره ابدا على ابوها. ولو قلت لك يا رانيا انك لو بقيتي معانا هتاخدي من عادل كل اللي انت عايزاه. اذا كان كده فتحي الدنيا. يس شر، اوعي تلعبي بيه اكتر من حبتين صغنطتين عشان ما تحرقش في ايدينا. ما تقلقيش هريحه ساعتين في اليوم عشان البطاريه بتاعته ما تبص. بس ده فال وحش قوي يا سناء. هو فال وحش ايه؟ ما الدكتور قال لك ان هو زي الحصان وقاعد على قلبنا قاعد. اسمع انا بقى شخصيا هلعبه في الفنكرونش انترونشي بنكرونشي جدا. بنكرونشي وحقك محفوظ يا مجيده. بس